الشرف والشهامة، ننسى الأيام الصعبة وبالمحبة اللي بنجرحنا، والدنيا بتضحك لما بنضحك بتزين أفراحنا. ورد بحر ونارنجي أحلى الأسامي، زينة الحارة فرجي الياسمين الشامي. الندلب يزرع فيني يحصد شر الندالة، والعز بيرجع للي عنده حكمة وأصالة، واللي بيحلف يمين كاذب يا ويلو من الله، واللي بيحلف يمين كاذب يا ويلو من الله. الله 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 بالصبر بيتحلوا، بس العواينية رح ينهانوا وينزلوا. والخاين يا ويل ويلو يا ويلو من الله، والخاين يا ويل ويلو يا ويلو من الله. الله 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 فتحي دير بالك، ما بدي وصيك الله يرضى عليه. أمرك عقيل. يلا بخاطرك. الله معك، مع السلامة. مهوني وحدوك. صدقني يا عمي أبو عصام، مالي علم إنه الزلمة بتدين منه مرة تانية. ولا ما صار شي يا عمي الله يرضى عليه. هلا تروح مع منين عند عمك المرزوق، تستعذر منه وموت الصفحة. بس أنا يا حكيم. بدون بس، الله يرضى عليه. قد أبوك هاد، سبره وسبر أبوك، فهمت هاي؟ أمرك عمي أمرك. خلصي، هلا عمك أبو عصام بحلها. تعال يا شو. يلا تيسر. تعال يا شو، تعال. يسعد لي صباحك حكيم. أهلين أبو أدهم. مرحبا حكيم. أهلين أبو عبدو. السلام عليكم أبو مرزوق. عليكم السلام. أهلين أبو عصام. أهلين. أهلين. مرحبا عمي. عمي والله انا ما عاد شفته لصاحبي، ولا لي علم انه لك معه 5 ليرات. 5 ورات ونص. 5 ونص، خلاص بتاخذها مني من عيني هي قبل هي، بس بدك تصبر علي شوي وتسامحني. يا شباب انا باب مرزوق، شعره شب بده الحوره يغسل عين حوله، عم يترجاك ويستسمح منك. خلاص اخي، بالنسبه للديني انا كفلانه. خلاص عمي، مشي الحال. اسمه اخي يا حسام، اسلوب. خلص عمي، انا غلطت منك السماح، سامحني سيدي سامحني. الله يسامحك. الله يرضى عليك. لك ربي يخلينا اياك يا طيب يا امير يا عدى. يلا احلي انا اروح على شغلك. يلا راسي راسي عمي. سلم عمي سلم، الله يرضى عليك. يعني لو ما اجى بمعيتك يا حكيم بحياتي ما بحكي معه. ايه قول الله باب مرزوق، الله يرضى عليك. قول الله. عبده شب بيعجبك بيعجبك، مش كان ما غلط ما بيتعلم لبس الرجال، مو هيك القصور؟ اهلين ابو عصام. على راسي والله مرزوق، بس في لي عندي منك طلب. ها مور ابو عصام. أخي إيش كان عبده تأخر بالدفع؟ قله بينك وبينه وصلوا من صاحبه، أنا دفيه أخي. علي جيرة ما تأخذه لا منك ولا منه، أنا سامحته خلاص. إيه ها؟ الله يرضى عليك. بدك شي يا بي؟ لا لا يا بي ما بدي شي، بس بدك مصاري احكي. لا يا بي لا لا ما بدي مصاري. لا ولك قول لا تستحي. شو بدك؟ يا بي كنت بدي اخذ اذنك بشقفة قماشة لدلال. أم شقفة بدك تاخذ لها؟ هي البيضة يا بي. ايه حلوة، هي حلوة بتفرح فيها. وكمان انا برأيي خذ لها شقفة من هي الزهر،
هي بتفرفح فيها هيك وبتنبسط. خلينا ياك يا رب ولا يحرمنا منك يا ابي. يلا يا ابي قص الشقفتين روح خذهم على البيت وجيب الغداء معك. امرك يا ابي. السلام عليكم. عليكم السلام. شو فوت هذا الخسيس على الحاره؟ رايح لعند عمته. انا ما بقصد ابو النار. مين ابو غالب؟ فوتوا على الحاره ما عجبتني. شو قصده يعني محتمي بابو النار؟ جبنا ابو بشير المشاكل اللي كانت نسيناها. نسيناها وطوينا صفحه اخي. انتوا نسيتوها بس انا ما نسيتها. شو بقى ابو بشير؟ مو عاجبه فوتت ابو غالب على الحاره؟ ليش مين بيطيقه لابو غالب؟ مين بيطيقه؟ كل المشاكل بين الحارتين من تحت راسه. يلا يا مو هدى تعي حبيبتي. مشان الله امي بلاها. لك بنتي والله ما بتخوف. ايه بس بتحرق. مشان شو لزقت النشأة؟ حبه الها طالعت لها برقبتها ثلاث ايام. كانت قد العدسه. وما في إلا عم تكبر. يوه. قلت لحالي مالي غير لزقة النشا مشان تسحب العمل اللي فيها. لك يلا تعي ما بتخوف. قلت لي يا مولا بتحرقني. بأولة بس أمي تعي الله يرضى عليكي. لك تعي ورجيني إياها لشو قربي. شو بخايفة؟ قربي شبك ورجيني. شايفة أم زكي؟ شايفة شلون منفوخة؟ إيه يا لطيف هي ضربة عين لك شهيرة. قل هو الله أحد. يا لطيف شايفة؟ شايفة شلون مبقبقة مثل ببو العين؟ شوفي لك أقدي أقدي. إيه والله يعني اللزقة ما رح تنفعها؟ لك أختي أنت حطي لها وتوكلي على الله. بس لازم الشيخ عبد العليم يكبسها. ولا أقول لك هاتي أنا بحط لها هاتي يا. هاتي بسم الله. يا ربي تعي. الله يا الله والله عم تحرقني. لك بنتي اصبري عليها شوي. يا لطيف شو ام كهويلي. الله عم تحرقني كثير صغني. هلا بتبرد تقبريني باولها بس باولها. يا الله لساتها عم تحرقني. هلا ما عادت تحرقك. يلا حطي ايدك عليها ايوه وكبسي. يلا قومي. الله معك. ام بشير بدك تديري بالك على بنتك من عيون النسوان اللي بفوتوا لعندك. شلون يعني؟ شو شلون يعني؟ بنتك هدى ما شاء الله حولها أزهرت. وشو بدي ساوي؟ شو بدي ساوي؟ لين بيفوتوا لعندك النسوان بدك تقري آية الكرسي وتنفخيها بوشهم. وبإذن الله الله بيجيب كيدهم بنحرهم وبيعميلهم عيونهم. يبلع عيونهم بالقلع إلهي. قل هو الله أحد. يا مو؟ يا مو؟ وينك يا مو؟ يا ابو اهلين. يتوبرني. الله يرضى عليك الله يرضى عليك. ابي ما له جاي اليوم على الغداء. اعطيني الصفر طاسه وصل له اياها. على عيني. شو هدول اللي معك؟ هدول شقفتين قماش لدلال. اليوم المساء بدنا نعمل لهم زياره انا وياكي. اليوم؟ ايه يا مو المساء. ايه يا مو بس نحن ما قلنا لهم جايين لعندكم. شلون بدك يا نروح؟ عيب يا مو عيب. يا مو خليها مفاجاه احلى والله احلى. ولك ابني ما بصير اروح لعندهم دون ما نعطيهم خبر. بركي الجماعه مشغولين. ما بدنا نكركبهم بحالنا ونضايقهم. الله يوفقك يا عمو لا تعسريها. انا لهلا لسه ما شفت دلال مثل عالم والناس ولا قعدت معها. ايه بس المفروض يكون عندهم علم بزيارتنا. ما صار شيء يا عمو ما صار شيء. اعطيهم خبر مشان الله يا عمو. على عيني على عيني. عليك مرزوق. شلونك ابو عصام؟ عيوني ولا داعي لك. شلونك انت طمني عنك؟ الله يخلي لي اياك يا رب. كانه في تمك حكي مرزوق انا بعرفك. اي والله اللي صاير معي شغله ما عم بحسن اتخلص منها بالمره. خير ان شاء الله. والله يا اخي خايف على حالي كثير منها. اوف 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 ادري شو خير ان شاء الله. شو القصه؟ هذه يا سيدي انا انت صاير معك القصة؟ من شهر. أعوذ بالله على الحكي. لهلا ساني حالك يا مرزوق الله يسامحك. قلت لحالي من التعب ريحت حالي ما استفدت شيء. ايه معلومة حستفيد معلومة حستفيد. لك يا عمي لك
لك حدا بتجع عينه بسكت عليها عينها هي. دبرني دبرني ابو عصام الله يستر عرضك. خلص ما تاكل هم ما تاكل هم، دواك عندي اخي دواك عندي. هات شوف. تمام. سيك اخي ضبوا هدول الى شغلتك. شلون بدي اسويها؟ اخي هدول تحطهم بمي وبتوقي تحتهم نار قويه قويه قويه، خليهم هيك ليعقدوا مزبوط، وبعد ما استناهم ليفتروا وكرعهم قبل بساعتين من الترمى. ماشي الحال. رسول الله الله يطول عمرك كتر خيرك، وبكره إيه؟ خبرني بالنتيجه. ايه الله يخليك. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. السلام يا بي. هلا اذا اجى لعندي زبون وعينه عم تجعه بعطيه شويه زلول؟ ابي اذا اجى حدا لعند منك وعينه عم تجعه حلق له. روح ليه روح شاطك الحلاقه انت. زلك وعد السهل امرك. ميت اهلا وسهلا، شرفت والله. الله يزيدك شرف. اهلين وسهلين. كيفك سعاد خانو؟ الحمد لله يا ميت اهلا وسهلا. تفضلوا تفضلوا. زيد تفضل. شلونك يا عمي؟ الحمد لله يا ابي. بس ما كلنا يعناكم جيلتنا ولو يا ام ابراهيم. البيت بيتك انت وابراهيم، بتشرفونا ساعة اللي بدكم. الله يخلي لنا اياك يا مرت عمي. حبيبتي دلال، هي أول زيارة لعريسك، لازم يشوفك حلوة ها، مو مبهدلة مثل عادتك. روحي روحي، شو شايفتيني كل هالقد بشعة مثلي؟ يي ما شاء الله على جمالك ودلالك. جميلة، حلو هذا التوب ولا اللي لابسته أحلى؟ اثنيناتهم ماشي حالهم. طيب وشي حلو؟ مشي حالك، نفقتي والله جبر بخاطرك. تضربي انتي واللي سألك، انزلي على المطبخ وحطي جات الفاكهة. بالله شو انا شو دخلني بضيوفك؟ انتي اللي لازم تخدميهم، هدول جايين لعندك مو لعندي. يعني ما رح تساعديني؟ لك تكرم عينك يا امر، رح ساوي كل شيء. تبشي حبيبتي الله يخلي لي اياك يا رب. ليه معتز؟ جميلة مين في عنا تحت بغوطة ضيوف؟ حمات اختك دلال وخطيب ابراهيم. ايوه. طيب اذا حدا سالك علي انا لسه ما اجيت، شو هي؟ وليش اخي؟ هلا بدون ما تساليني ليش، انا لسه ما اجيت، فاتت لقى عليك هي؟ حاضر اخي. ليش ما بده حدا يعرف انه لسه ما اجى على البيت؟ طيب شو بدي اسوي بالاول؟ احسن شيء اساله. وانت شو رايك؟ انا عم اقول القهوه اول، مشان وقت يشربوها يصحوا على شوفتك حبيبتي. تضربي شو موجبه؟ لكن شو الشراب اول؟ لك لا هي ولا هي، روحي حطي جات الفواكه ولا جذبه. ايش بيعرفني انا لسه ما حدا خطبني. قال بدها تشربون قهوه ولا علي شو ما بتفهم. يسلموا هديات على هالذوق الحلو. الله يسلمك مرت عمي. هذا ذوق ابراهيم الشوكولاسي. الله يسلمه ويوفقه. فوتي يا مو فوتي. تعي يا مو تعي، تعي سلمي على مرت عمك وعلى ابراهيم. مساء الخير. لك يا مساء الخيرات والليرات، تعي تقولي لي تعي. مرحبا دلال. اهلين ابن عمي. لك يسلم لي الخجلان انا، تعي تعي هاتي بوسه ثانيه. حبيبه قلبي انت. يا مو دلال عادي يا مو عادي. شلونك دلال؟ الحمد لله ابن عمي. يا ميت اهلين وسهلين. لك هان انا عندك مالي قيمه. صدقيني لطوف ما بضيت حك راسي، كفتوا علينا الزباين كفت، على قص شعر وحلاقة دقن وشو بيعرفني؟ ايه وانا شو دخلني؟ انت وعدتني تيجي تاخذني لعند امي، بعدين شو فيها اذا رحت لحالي؟ ولا انك بدك تمشي كلمتها على مرت ابنها الكبير؟ هلا لا كبري يا لطوف، الاصول ما تروحي لحالك، يعني امي معها حق ما تبعتك لحالك بالزقاق. ايه معلش معلش، انت تعا مع امك وتركني انا اتعذب لحالي. الله يسامحك يا امي. هلا روقي لطوف، خلص بكره رح اخذك لعند امك. يلا فرديا. ايه والله مي حلوه انت زعلانه. ايه ها تسلم لي هالضحكه انا.
دلال، رح بتضلي هيك معن اشقف القماش وخايفه عليهم ولا يسرقوا؟ ولا بدك تناميهم معك بالفرشه مشان يجعلك واكثر مالك عصرتيهم بايديكي؟ خلصتي حكي ست جميله؟ ايه شو بعمرك مالك شايفه قماشه جديده وحلوه؟ ولا لانه اجوكي ببلاش خايفه عليهم؟ جميله؟ نعم. رح بتسدي حلقك ولا قوم ليكي ها؟ وليش هيك طالع خلقك؟ شو حرام اذا سالناكي؟ تصطفلي نايميهم معك انا شو جاييني؟ بس انا كنت خايفه ليجعلك ويزفتوا من ايديكي. لا انت هيئتك ما حتقضي هالليله على خير ابدا. استعيري. ايش وقت ساعه بدي اروح استعير من عند الجيران؟ تكرمي راح اجيب لك صواني وطناجر وكاسات وابريق وكل شيء بدك اياه. منيح ايه حاجه ما بسمع منك الا الحكي. انت شقفه مزراب ما عرفت تركب لنا اياه بدل المزراب القديم اللي طول الشتويه يطرش معي على الاوضه ومجقجق البيت جقجقه. طيب شو بدي اعمل يا فوزيه اذا كان شغلي دائر؟ ليش انت كان الشغل داعس معك تقبرني؟ على طول بتشتكي من القله. بس شو بدي ساوي؟ أنا هيك حظي معتر عندك وعند أهلي، عيشة مسخمة، يضرب حظي اللي إجاني منك شو مشرشع، إيه؟ خلص فوزية طولي بالك، كل شي بدك إياه رح أجيب لك إياه. كل شي بدك إياه رح أجيب لك إياه، العين تطرقني. شو هالليلة يا؟ لك وينك يا لطفية؟ عايزي تأخذت على الدكان. يلا روح ليكي جزت. بدك شي يا مو؟ سلامتك يا مو. بدك شي مرت عمي؟ ترجعي بالسلامة. يلا يا لطفية. يلا يلا. والله وعم يطلع منك يا سعاد. حتى الكل صاروا يتآمروا علي والشاطر اللي بده يعني يخدمه. شي عال يا سعاد. بعتب انتي انا خدامه لك ولاولادك، وحتى معتز صار يبهدلني قدام كل اخواته وما عاد يستحى على حاله. يخرب بيته وبيت بيته، وليش عم يبهدلك هات؟ فات على البيت وانا ما سمعته لما قال يلا، وكان الغطا تبع راسي نازل شوي، قام لمحني، ولو بتشوفي يا امي كيف صار يبهدلني قدام كل اخواته. ايوه، هذا اللي كان ناقص. وعمك ابو عصام شو قال؟ ما فتح تمه بكلمه، كانه ما عنده خبر. اكيد هي سعاد ما قالت له. حتى الجلي صرت انا مسؤوله عنه، ويا لطيف حماتي شو موسوسه وما بيعجبها غرض حدا. تخيلي خلتني لي في الطنجره اللي استعارتها انبدر مره تانية مع انه بعتتها بتشهي من النظافه. إيه بس اصبري لنشوف شو اخرتها مع سعاد وولادها. يا مو انا مالي مرتاحه ببيت حمايه، مالي مرتاحه. ماشي لك امي ماشي، قومي اعملي لنا فطور خلينا ناكل وبعدين بنحكي شو بدنا نساوي مع حماتك. حاضر. شو يا سعاد؟ بلشتي تاخدي تارك من بنتي؟ شو عليه؟ الحرب شغالة بيناتنا ولنشوف مين بده يكسر راس التاني بالأول. بدي انزل أنا وياكي على سوق النسوان مشان نشتري القمايش تبع دلال، فشوفي حالك أنت فاضية. من عند مين بدك تشتريهم؟ السوق ما لها دكاكين بياعين قماش، الدكان اللي بتعجبنا منوقف نشتري من عندها. يعني ما بدك توقفي على أبو إبراهيم؟ لا أيوه، شو موقفني عنده؟ لك يا أختي أبو إبراهيم عنده قمايش حلوة وكلها شغل برا. لا أختي ما بدي. لك ليش يا سعاد؟ هذا بيعه ظريف. بخاف ما ياخد حقه. يو أنت تانية، لك من حظك سعاد خانه. ليش نحن بعاسته؟ بعدين إذا اشتريت القمايش من عنده إبراهيم بده يعرف شو لون القماشة اللي بدي فصلها لدلال، وأنا ما بدي حدا يعرف، بدي خليها مفاجأة لعرسة وخصوصي لإبراهيم. بدك الدغري بهي معك حق فيها. يا مو الاكل جاهز، اسكبه ولا بكير؟ لا ايوه شو بكير، روح اسكبيه تقبريني بسرعه. حاضر. لا مش عندك انت يعني ما مشي الحال امبارح؟ امشي الحال. معي بلا بضايف عوضي. ابي الله يرضى عليك نطلع عند عمك ابو حاتي، وصي لي اياه على نفس ارجيله مرتب. روح يا امرك يا ابي. يلا ابي يلا. يعني ما منوب منوب، هلا انت عملت مثل ما وصيتك، مثل ما قلت لي عملت، شربت كاسه كبيره، اما شو مره يا لطيف، بعدين شربت كاسه مليسه بفاها. لا 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 مرسوم. لك ليش المليسه يا الله يسامحك؟ ليش شربتها؟ ليش انضربت على قلبك ودولقتها؟ ليش شو بتساوي؟ لك هاي المليسة بعد لا هي لك لا
لك هي خربت كل شيء كل شيء يا مرزوق. لا 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 عم يقولوا انه الزنجبيل منيح، شو رايك اخذ منه؟ لك اخي الزنجبيل منيح منيح والله ما قلنا شيء، بس انا الخلطه اللي اعطيك اياها اقوى من الزنجبيل 60 مره. طيب ليش ما؟ ايه مالك اخي؟ لانك انت نازع لي كل الامان اللي لك عليها بعد ما ليس لدولتها. اخي اليوم مرزوق بتحكمها وعترمها. قبل بساعتين بتاخذ كبايه كبيره، قبل بساعتين ها، وبدي اياك تلحس لحستين ثلاثه عسل، قد ما فيك تلحس عسل، الحاس اخي. كول صنوبر على لوز، على فستق، على بندق، كل شيء تمولح منه الله يرضى عليك، فهمت علي؟ وبعد منها تعدي لي. منيحين. الله يخليك يا اخي. الله ان شاء الله بعرفك. الله اهلين عيوني. الله يخليك. اهلين عيوني. يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلين بشير. اهلين بشير. عملت بعت لك لا تنسى. اهلين عيوني الله معك. خير. شو بابا مرزوق؟ لك يا هذا نايم بالليل صار متكشف فايق مداخيله مصطومه. لا 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 مسكين يا ابو مرزوق. ايه امرني امرني هذا شوف. اخي بنتي الله يستر على حريمها ايه. طالعت لها حبه بنارتها وامها حطت لها لزقه نشا والشيخ كبسها وما استفدنا شيء، عندك دواء لها؟ ما في شيء مرة دواء باذن الله، بس قل لي هذا شوف شلون شكلها؟ يا سيدي قد الخوخه الحمراء وبراسها اسود مثل الدبوس وحواليها احمر. العمى؟ ايه والله. لا بدي اشوفها. لمين؟ للحبه. عم نقلك الحب بنقرة البنت مو بنقرة الصبي أبو عصام شبنا. ولو كانت أخي بدي شوفها بدي أكشف عليها بدي أبحثها. إيه شبنا بشير عاشو عم تصفاها. معقول تكشف على حريمي يا أبو عصام؟ شي على الحكي. أما إنك لازم شوفها أخي، شلون بدك يعني أعطيها دواء؟ لك بركي بدها مرهم هيك بسيط، بركي بدها كوي لا سمح الله، بركي بدها شرط، بدك يعني هيك أوصف لك، ما بصير أخي. تا أنت شو بدك أمرني هات شو؟ ما بعرف شو بدي لك، رح اسال الشيخ لشوف اذا بجوز هالشي ولا لا. اساله. الضرورات تبيح المحظورات، والشرع ما عنده مانع تكشف بنتك على حكيم في حال عدم توفر حكيم يتعرف مرض بنتك، والله سبحانه وتعالى يسرها لنا من اجل الحفاظ على حياه الناس والشفاء من الامراض. يعني يا سيدنا؟ يعني توكل على الله وانت معذور، او عصام رجل ثقه، بس مثل ما فهمتك بيكشف على مكان الداء فقط وانت واقف معه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس يا سيدنا توكل على الله يا بشير، توكل على الله. شغلة وصارت وما لها محرزة يا مرت عمي. إيه لا لا محرزة ونص. بس يا مرت شوف يا صهري، قصة إنه أخوك يبهدل بنتي أنا ما بريدها منوب. هالمرة ماشي الحال، بس المرة الثانية ما رح خليها ترجع معك ويكون بعلمها. شغلة وصارت يا مرت عمي، وهي كمان لازم تحسب حساب أخي، وهو كمان لازم يحسب حساب مرت أخوه، والمفروض إنه ياخذ طريق ويتأكد من حريم البيت. شوف صهري، نحن ما بدنا نوجع لك راسك كل ساعة والتانية على خدني إجيتك خدني إجيتك. أنا ما بسمح لحدا يحكي مع بنتي غيرك أنت طبعا، لأنك أنت بتمون. وأنا ما عاد خلي بني آدم يحكي معك كلمة. شايفة يا لطفية؟ ما قلت لك إنه عصام رجال وما عاد يخلي أخوي يحكي معك مرة تانية؟ الله يخلي لي إياك يا حق. يلا تخاطرك برت عمي. مع السلامة صهري. خاطرك يا مو. لا تطولي علي لطفية. لا يا مو خلص. يلا مو يلا يلا بقي شوي 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 صغيرة يلا تعي على حالك. كزي على سنك عمو كزي على سنك شوي يلا ها 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 ها. بشير حطولي شوية درور هون. حط 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 حط. طمني يا ابو عصام. شو؟ لا ان شاء الله شغلتها بسيطة، هي هاي الحبة لك اخي مو عادية، ولكن فقيناها فقي ومشي الحال. كزي ايدك مطرح ما لي حاط ايدي، كزيها منيحك عمي. امسكي عمي امسكي الله يرضى عليكي. هدول الشاشيات اعطيهم لامي، خليني تفلك اياهم مطرح ما انت كازي. اوعي تفلتي ايدك. يلا تحركي تحركي. يلا ارضى عليكي روحي. اخي الحبه جايتها من قرصة. قرصة السم اخذ مفعوله جواتها مشان هيك مدنقره وكبرانه. يا لطيف. لك هي كل يوم تعملوا لي قصيد بمي وملح بس ما تكون فاتره. حط لنا من هذا الدرور خليه عنده منه. ماشي الله يعطيك العافيه ابو عصام. الله يعافيك. خذي طريق عمي. يا على راسي. خذوا طريق يا حريم. يلا تفضل ابو عصام. يلا يلا. وانت ليش زعلان؟
يعني ضروري كل شيء يصير بالبيت يصل لأمك؟ إيه أنا ما حكيت لها شيء، هي شافتني زعلانة، قامت سألتني ليش زعلانة، قمت قلت لها شو صار يعني؟ إيه بس مي حلوة تنقلي أسرار البيت اللي ساكنة فيه للناس. إيه بس هي مو أسرار ابن عمي، بعدين أنا ما عم بحكي لحدا غريب، هي أمي. تاني مرة لا تحكي لها شيء مشان ما تزعل أنا وياكي ها. إن شاء الله ما بصير شيء. لأنه مي حلوة أمك تعرف كل شيء لطفية. حاضر ابن عمي، أنا ما عاد أحكي لها شيء وما بقى أفتح تمي، وأنت قد ما فيك خليك مع أهلك. على معك ابن عمي مهونة. جميلة خلصي مشان تعلقي على الغسيلات، وانت دلال فوتي على اوضه ضيوف ساويه وبتخلصي وبتساعدي اختي. حاضر يا عمو. هلا مو تشتغلي المياطه وتتركيني عم بغسل لحالي؟ دخيله يا لطفيه. يا لطفيه صباح الخير مرت عمي. شو شايفه شمستك عاليه؟ ايه امبارح تاخرنا بالنوم مرت عمي. يلا لكان بلشي بشطف عرض الديار. على عيني. تعي لهو. وين رايحة؟ بالأول غيري أوعيكي وحطي غطا على راسي، وبس تخلصي بتساعدي البنات بالغسيلات. إيش؟ أنا ما عندي ذوق ولا بدير بالي على أغراض الناس؟ أنا يا سعاد أنا؟ وقالت عنك إنك وصايخية لأنك رجعتي لها الطنجرة اللي أخذتيها من عندها، عالآن فيها دهنة ومزابقة من الزفر، وما راح عنها الزفر إلا بالمي السخنة والحسب الصفوة. أنا؟ إيه؟ وقالت غيرك قالت لك لطفية إذا بدك ترجعي الطنجرة على الرق ما بترجعيها منها تغسليها وتسبعيها بالتراب كمان. يخرب بيتها يخرب بيتك، شو رحنا كلاب؟ إيه أنت بتعرفيها لسعاد ما نلقى شي معنها، أدب وسوس على أغراضها ما في. قال سو يعني كتير نضيفية على أغراضها. إيه شو عليه؟ ماشي الحال يا سعاد ماشي الحال، بس والله والله ماني مرقت لك ياها على خير والله. لا تسكتي لها بنوب، بنوب لا تسكتي لها. تقول عنك انت وصايخية شو هاد؟ ايه ماشي يا سعاد ماشي. دايما القهوة فوزية. شو لوين رايحة فريان؟ رايحة تقبريني على البيت، عندي شغل كتير، ابقي زورينا ها؟ ايه ان شاء الله ان شاء الله. يا ميت اهلين وسهلين. يا مرزوق شلون عينك؟ طمني بقى ساعتها ما عم صار. لا شفت شفت الله يخلي لي اياك يا رب. عمي ايه اوعى تخسر مني اماني ها؟ وامانة الصعبه هي حلفتك كل ما بدك. تعال عند امي يا رب اعطيك، حتى لو كنت انا براس الدكان شافت الدرج لايدك الشمال هنيك ورا البنك. ايه هنيك الزلوه معتوه، كل ما بدك تعال مد ايدك وغروفني. الله يبدل لي بعمرك يا رب. يلا السلام عليكم. الله يجيرك الله يجيرك. لا حول الله. ايه عمي ابو عم جاي لعندك. تفضل عمي يا مرزوق. يسلموا الديات ساوي لي نفس ارجيلي الله يرضى عليك. مو على راسي تكرم عينك. هذا يا سيدي اليوم رحت لعند ابو شهاب على البايكه، قام قال لي خبر اعضاء الحاره كلياته انه ما عاد حدا يجيب سيره مقتل الزعيم او ابو سمير الحمصاني. اوف ليش بقى؟ واذا حدا سال عن القاتل نقول انه العقيد عرفه. مين هو ابو حاتم؟ انت اسمع بقية السيرة. وقال اذا حدا سأل مين هو نقول انه ما حدا بيعرفه غير العقيد، وانه القاتل هرب على حدا والعقيد بعت وراه زلم مشان يجيبه، ولما بيجيبه بيكشفه. نحنا بنعرفه؟ يا سيدي لا نحنا بنعرفه ولا حتى العقيد بيعرفه. لكن ليش بده يعني نحكي هيك؟ انا ما فهمت لك، العقيد رايد يصل الحكي للقاتل الحقيقي وساعتها بيتطمن، ولا ما يعمل له شي كاينه شي فايده، وهون بطب فيه العقيد بالشغل المشهود وبيكشفه للناس. يا اخي شو هالمخ اللي عند العقيد؟ والله يبري عليه. سلم عمي مرزوق. يا تسلم وديات. يلا يلا سمعتوني؟ يلا يلا يا مو. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. شو في شغلة؟ ما تستحي أنت، لا تبعد تفهمي علينا ولا تبعد في كده.
عليك شبك شبك ليش عم تعيط؟ عم عيط اللي ما عم تفهم علينا يلي ما عندها ترباية. خلص واسه مشان الجيرة يا ما أنا هيك عيشة ما عاد أقدر عيشة ما عاد أقدر عيشة لا قولي علم علينا الندم لك يا عليك الندم يا عليك تبني الباية ولك روحي من اللي عم عليك خليهم يكملوا ترباية اطفي لك أنا لسانك بصلك يا فهمت ولا؟ أنا مالي غلطان عصام مالي غلطان بعد عن أخوك لك بدي أعلمه شلون يحكي بأدب مع مرتي شوف ولا أنت مالك مولي على مرتي أنا مكسر لك راسك يا كلب أنا مالي غلطان ومرتك اللي مالها مرباية ببيت أهلها لك خلاص ولا عم تضربني يا عصام؟ عم تضربني إلي؟ ومكسر لك راسك كمان تنكي سريدك ماشي يا عصام ماشيين من زمان كان بده اياها شوفوا لا اذا بتفتح تمك رح كمل عليك ها انا هيك ربيتك سالي هذا يلي ناقصه ترباية خلي يعرف من يوم رايح كيف يطول لسانه على مرت اخوه هالقليل ادب انا ما رح فوتك ابوك لازم يعرف انك ضربت اخوك قولي له كمان ليش انا ضربته وشو سوى معي مع مرتي هالقليل ادب ربي منيح يا ماما ربي منيح عصام ماشي ربي لك يا ماما مش ماشي يا عصام ماشي ليش لابسه بنايتك انت كمان؟ خذني لعند امي لك شو صار لك شبكي؟ عم لك هلا بتاخذني لعند امي هلا لك شبكي لطفية جنيتي؟ والله ما بنام هون اليوم والله لك طولي بالك يا بنت الحلال على لك خذني لعند امي هلا هلا يا انا بروح لحالي ها عم تضربني يا عصام عم تضرب ابو العز والله لا اقول لابوك والله يلا امشي شو علي يا عصام؟ شو علي؟ هيك ساوى فيك هالقليل الترباية؟ لك ما عاد في شي سكته يا أمي وحماتي ما حكيت معه ولا كلمة وصارت تشي معه كمان ايه والله لقص اللسان وقص ورجي مين بده ترباية شوفي لطفية انت ما عاد إلك رجع لعنده ومش لحق وعيكي يا مو بس عصام ما دخلها ولا كلمة ما بقبل ترجعي لعندهم الا ليلاقوا لك حل، ويا انت يا سلفك بالبيت، خليها تعرف سعاد خانم انه انت مالك مقطوعه من الشجره. بس يا امي ولا كلمه خلصي اعمل لك، غيري اوعيكي، يلا ايه؟ مالي مطوله في ريال خانم، ما رح احسن اتاخر. لك قعدي عدي وخلصينا. والله ما اجى من قلبي الا اني امرق عليكي واطمن على لطفيه شفتي شو ساوى فيها ولك شفتي اي والله والله لحتى ربيهم واحد واحد ما بتقصري فيهم بيستاهلوا والله والله ما اكون بدالك لحتى طربق البيت فوق رؤوسهم الا كم بدي برقلن يا هيك بلوشي لا وحيات عيني بدي ورجيهم شيء لسه ما شافوه ولا سمعوه بحياتهم هيك ها هيك بدي اياكي والله شيعان انا مبسوط كثير انكم عم تتخانقوا الله يعطيكم العافيه الحق على لطفية ولك هذا أنا لسه ما متت وعم تتطاولوا على بعضكم البعض شلون بكرة بس الله يستفقني ولا أنت وياه كنت تداوحوا يعني يا بهذا خرس خرس صد حلقك ولو بتعرف أنت شو يعني أخ يعني أنا بكرة بس موت بده يكون سندك سندك وبدافع عنك بالحلوة قبل المرة ولك مش هريش ضربته يخرب بيتك مش عمرتك الرجال كل يوم بيقدر يجيب مرة كل يوم بس مو كل يوم بيقدر يجيب أخ يا بي هو كمان زودها كتير هاي مرتي كذا مرة أنا وين كرامتي وين؟ ليش شو قالها؟ لطفية لسانها بده قص وصايرة عم تزود حكي عملتها وراحت لعند أمها تشتكي لها واللي مو مربى ببيت أهله ما بيربوه بيت حماه واللي بيغار على مرته ما بيسكت لها على غلطها أنت بتسد حالك ما بتحكي ولا كلمة فهمان؟ عم تتهجم على أخوك بحضوري ولا؟ عم تمد إيدك عليه وأنا واقف؟ يا بي عرب مد ايدك عليه لشوف ضربه ضربه يا بي انا مو قصدي اضربه انا بدي سكته بس ارفع راسك لفوق لا ارفع راسك لفوق ولك ارفع راسك لفوق مشان الله يا بي لا تضربه مشان الله اضربني انا عوضه معلش يا بي انا غلطان بحقه اضربني انا كسر لي راسي استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بوس ايدك يا بي لا تضربه بوس ايدك شفته لا شفت بعينك شو سوى اخوك هلا؟ ما خلاني اضربك ولك انا ابوك ومنعني شلون ما اشوف حدا غريب مهوت ناحك؟ والله بيسفح دمه قدام رجليك قبل ما يخليني اقرب عليك
لأنه هذا أخوك من دمك ولحمك. سامحني. أنت سامحني يا صغار، أنا الغلطان بحقك. الله يخلينا لبعض ولا يفرقنا عن بعض يا أخي. قال أنا وسخة وبيتي طايف. أعوذ بالله، شو وسخة؟ ينقطع لسانه يلي قال عنك هيك حكي. شو يعني؟ اسكت لها ابن عمي، اسكت لها. لا تنطشي لها، هي وحدة غيرانة منك لأنك ست بيت غصب عنها، وأنا ما رح ألاقي وحدة مثلك بنظافتك وحلاوتي. خلاص خلاص، لا تهتمي لحدا، أنا بعرف شو أنتي فوزية. إن شاء الله بتقبشي عظامي. جاهز على نذهب، لأنه الشغلة كتير حميانة عليك. وإمتى بده يعني يا أبو حسن؟ في إشارة تانية جايتك بهالكم يوم. لهون لا. ليش عقيد؟ الداسوس لساته عنا بالحارة. ولوين بدك إياها تصلك؟ لعند صهري. العطار أبو عصام؟ بذات نفسه. مش عبيد. وأي إشارة تانية بدكم تبعتوا لي إياها من اليوم وراي لعنده؟ دايما عبيد. إن شاء الله هنا. على قلبك. يلا. اسمح لنا. الله مع الرجال. السلام. ليش يا مرت عمي؟ لأنه تخنت هالمرة. إما بقى إلا يضربك كمان. قلت لك مشي الحال يا مرت عمي، وما عاد يعيدها ولا عاد يتدخل بيناتنا بنوه. ايه انت بتقول هيك، انا ما عاد بدي ارجع للعي والمشاكل. هي الشغله طويله، وعلى خدني اجيتها خدني اجيتك. شو يعني؟ ما بعرف، دبروا حالكم، يا بنتي بالبيت يا ام اخوك. يعني انا بصراحه وبالمشرمحي ما عاد سكن بنتي عند السلف، ولك حاجتنا فضايح قدام الجيران حاجة وبكفي، فضحتونا قدام الناس. بس يا مرت عمي. شوف عصام لطفية، أنا ماني ماسكت عنك، بس لبيت أهلك أنا ما عاد أبعتها معك. روح دبر راسك. مسيك تقبرني، بتكبها قدام باب بيت أبو عصام وما بتخلي حدا يشوفك منه، شو فهمتك؟ يلا يا مو، يلا بسرعة تقبرني، عم استناك أنا. كبيتها محل ما قلت لك حبيبي؟ قدام بيته. ليك تقبر قلبي، فوت حطها بالمطبخ. من اليوم ورايح القي اذا بتلقي يا سعاد. ابي انا واصل على البيت، دير بالك. ايه نعيم انا بمرزوق. الله ينعم عليك. على مهلك، شبك مستعجل؟ ماني مستعجل عمي. طب يا عمي على مهلك. شو هاد؟ يا عم غزل الماس براسي. لف لف
لك نزل الدم. ما في شيء عمي، ما في شيء. لك شو ما في شيء؟ لك نزل الدم. هذا جرح قديم، ابصر حامل لك شيء سحارة بندورة. لا هذا من الراس تبعك. ما تاخذنا عمي، ثبت لي راسها، مسك لي ايدنا. شو النار هاد؟ انا مالك، الله يرضى عليك. وينكم؟ وينكم سعاد؟ اهلين يا ابن عمي. شو ها؟ مين كان بزبالي هيك دم باب سعاد؟ والله مو نحنا. لك مين اذا مو نحنا الجيران يعني؟ عم بحلف لك بالله انه مو نحنا، ليش ما بتصدق يا رجال؟ يمكن لاولاد الجيران مكبوبه معهم بالغلط. لسه ما شفتي شي يا سعاد، طولي بالك علي. ماشي، هلا بس اجي معتز خلي ايمه من هون، كلها زبالات ايمه وانتو شوفوا وراه. يبعت لحم ما تسلق بدنها، ما في غيرها هالفوزية. يعني ما رضيت ترجع لعند أخوكي؟ هي ما دخلها، حماته هي الميبسة راسها، قال شو ما بترجعها طول مو معتز ساكن بالبيت. شو هالحكي؟ يا وين دوروا بحاله؟ ينام بسقاق مشان تنبسط بنتها؟ لا يوه، شو ينام بسقاق؟ شو قلة بيوت عنا؟ بيوت؟ وين البيوت اللي عندكم؟ بيت جدي فاضي ابن عمي. يعني معقولة شب عزابي يسكن لحاله؟ ما بيصير بوران؟ شي، مين بده يخدمه؟ لك مين بده يطبخ له؟ مين بدي اغسل له اواعي؟ المهم لطفية ما تفوت على بيتي. انت ما حتحلي يا برمي سعاد، ما حتحلي يا برمي، يعني ما بتخلي راسنا يرتاح. انا راسي ما بيرتاح غير لما كسر راس في ريال وبنتها. بهون عليكي يمشوا كلمتهم علي؟ ولك افهمي بقى، الله يحن عليكي، فريال ما عم تطلب البيت لبنتها، انا ملاقي هالحل لرياحة راسنا من مشاكلهم. بعدين لك يا سعاد، البيت بيتك، بيتك يا عيني بيتك، امتى ما بدك بتطلعيهم منه؟ شو قلتي؟ والله ملاقيتها صعبة، بس معليش يسكنوا موقتي. ها خلاص يا ستي، موقتي موقتي مثل ما بدك يا سعاد يا عيني، الله يحن عليكي. خلي بس هلا لطفية ترجع لعصام، وإلك علي من بكره عند على بكره اروح براسي انا دورن على بيت هون بهالحاره هي قريب منا، ويكون شره مو كره. لنخلص بقى، يعني بدها تمشي كلمتها علي؟ لك لا اله الا الله، الله يحن عليك يا سعاد. خلصنا بقى، خلصنا. هن بيعرفوا انه البيت بيتك وانه الك الفضل، ولولا موافقتك فلا بيدوسوا ارض الديار. يعني هيك قولتك ابن عمي؟ لك ايه، الله يحن عليك، هيك قولتي. لك يا سعاد، خلي هن يسكنوا ويرتاحوا لحالهم ونحن نرتاح راسنا. مثل ما بدك ابن عمي، أمرك على رأسي من فوق. الله يحن عليك يرضى عليك. الله يطفي الضوء. بتعرفي؟ ايه، عم فكر ساوي عرس إبراهيم قبل ما يجي رمضان، شو رأيك؟ ايه والله يا ريت، يا ريت دلال بترمضن عنا، خطي الولد بيفرح فيها. لكان الزيارة الثانية قلي لهم نحن مستعجلين، وخليهم يعجلوا بالخياطة. أنا بكرة رايح لعند أبو يوسف النجار مشان يعجل لي بالخزانة والصندوق. ربي يكرمك يا حق. وكمان عم أفكر مبيض حيطان البيت كله على عرس إبراهيم. الله يبيض أيامك وأيامه ويجعل ذريته من الصالحين يا حق. ننسى الأيام الصعبة وبالمحبة اللي مش راحنا، والدنيا بتضحك لما بنضحك بتزين أفراحنا. ورد وبحر ونارنجي أحلى الأسامي، زينة الحارة فرجي الياسمين الشامي. الندل بيزرع فيني يحصد شر الندالي، والعز بيرجع للي عنده حكمة وأصالي، واللي بيحلف يمين كاذب يا مين.